السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد شرفني سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه بأن أكون بينكم اليوم مندوباً عن جلالته، وذلك بعد تفضله بالموافقة على رعاية مؤتمر إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة. وبهذه المناسبة فإنه ليسرني أن أنقل لكم تحيات جلالته وتمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح وتحقيق الغايات المرجوة منه، كما وأرحب بجميع الحضور المشاركين في هذا المؤتمر من خارج الأردن وداخله. الحضور الكريم، لطالما أكد جلالة الملك المعظم على ضرورة إيجاد حلول سياسية لقضايا المنطقة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كسبيل للأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وقد عبر جلالته منذ بداية العدوان على قطاع غزة عن موقف الأردن الثابت والواضح بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين من خلال المطالبة بالوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين الأبرياء، ومن خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي تخفف معاناتهم وضمان وصولها إليهم، والذين كما تعلمون يعيشون أوضاعاً معيشية كارثية. وقد ترجم هذا الموقف على أرض الواقع من خلال إرسال المستشفيات الميدانية إلى غزة وخان يونس بالإضافة إلى نابلس، وإرسال مواد الإغاثة والمعدات والمستلزمات الطبية عبر جسر الملك حسين وعبر معبر رفح، أو حتى من خلال تزويد المستشفيات الأردنية الميدانية بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر الإنزالات الجوية التي قامت بها طائرات سلاح الجوي الملكي وبادرت بها كأول إنزال جوي في المنطقة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة حثيثة من سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. أيها السيدات والسادة، كما تعلمون إن العدوان على غزة أسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء وترك الكثير ممن بقي على قيد الحياة يعاني الإعاقة الجسدية والنفسية والتشوهات والألم، ويعاني الجوع والجفاف، ومحروماً من حق الحق في الصحة والعلاج نتيجة لتدمير القطاع الصحي، حيث أصبح هذا القطاع يفتقر إلى البنية التحتية المادية وفرص التدريب الكافية، فالمرافق التي نجت من القصف تعمل فوق طاقتها، وكثيراً ما تتعطل الخدمات الصحية فيها بسبب انقطاع الكهرباء وأشياء أخرى كثيرة. كل هذه التحديات تزيد المخاطر التي تهدد صحة السكان الذين يتعرضون إلى أخطار متزايدة أكثر من ذي قبل، وهذا ما يدعونا اليوم لحشد كافة الجهود لإعادة إعمار القطاع الصحي، والذي يحتاج إلى الكثير الكثير من الدعم ومن دول العالم أجمع، إلى جانب ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية ودون عوائق. آمل أن يمهد مؤتمركم اليوم الطريق أمام حشد استجابة دول العالم لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتحديداً للقطاع الصحي في غزة، والذي عانى الاستنزاف والإنهاك المتواصل لكوادره الصحية المحدودة، والذين باتوا يعملون على مدار الساعة لاستقبال أفواج لا تنتهي من الشهداء والجرحى. وأدعوكم إلى تحديد كل ما يحتاجه قطاع الصحة في غزة من بنية تحتية وأجهزة ومعدات طبية وغير طبية وكوادر صحية وخبرات تمكنه من أداء دوره الإنساني وعلى أكمل وجه، حتى يتسنى للداعمين من الدول والمنظمات والأفراد توجيه الدعم
بناءً على الاحتياجات المحددة وبما يضمن استئناف المنشآت الحيوية والمستشفيات عملها لتقديم خدماتها.